نقول صبح صبح يا عم الحاج، من وين؟ من تخفيضات العائلة. ونقول صباح الخميس الونيس، عندك عروض قوية لتخفيضات العائلة؟ أكيد عنده، دمام شارع الأمير نايف. ونبدأ عرضنا بمناديل سنديان، والشدة هذه 10 علب كم؟ 11.95 ريال. هلنا هذا رول فاين حق المطبخ 8.5 ريال. هذا المكسي رول طبعا لكل عميل حبتين، شوفوا السعر القوي يا جماعة، 6.95 ريال. هلنا هذا مطهر داك 3 لتر وعليها لتر ونص مجانا، وبكم؟ 18.25 ريال. هذا الديتول كم؟ 900 ملي يا جماعة، وبكم؟ أقوى سعر 6.95 ريال. هلا يا سلام. وهذه السفر الرمضانية، وفي عندهم طبعا السفر اللي عليها النقوشات العادية، بكم؟ 3.5 ريال يا جماعة. هذه أكياس طب الطاهة 30 جالون، 55، 50 جالون، 70 جالون، وبكم؟ 3.5 ريال. بلاستيكات الملاعق الشوك، وبكم؟ 3.5 ريال. هذا الكلوركس لتر و800، وبكم؟ 8.5 ريال. سلام. شامبو العبايات البارسل معروف يا جماعه، 23.95 ريال. هلا لا شايفين هالببخر في الفخم هذا؟ هذا كان ب 69 ريال والان بكم؟ 29 ريال. طبعا منا عده موديلات، ايش رايكم في الاشياء الحلوه هذه؟ 29 ريال 29 ريال حركات يا جماعه. النباتات الصناعيه شوفوا حجمها يا جماعه، بكم؟ 59 ريال. رايكم في هالفانوس الحلو؟ 34 ريال. لا يا حبيبي، السعر القوي الان اللي عليه كم؟ 19 ريال. من وين نحصل الزينه الرمضانيه؟ تخفيضات العائله عنده تشكيله واسعه، وبكم؟ 29 ريال 12 نجمه. هذا الشريط رول تتحكم في الالوان وبرموت وحركات، واقوى سعر يا جماعه بكم؟ 28 ريال فقط. وهذا السجاد واقوى عرض يا جماعه، تخيلوا مترين في 3 متر ب 199 ريال، لا احد يقول لي السعر مو خطير. وعندهم المقاس الاخر مترين وعشرين في متر وخمسين وب 115 ريال. شوفوا شوفوا ما شاء الله تبارك الله. من يوم يومك يا تخفيضات العائلة ترند، طاولة طعام مع 6 كراسي 399 ريال. أقوى عرض يا جماعة، هذا أقوى 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 عرض. إيش رأيكم في الكراسي هذه؟ تعرفوا كم كان سعرها؟ سعرها 99 ريال السعر سابقا. طبعا منها عدة ألوان، والسعر الحالي 29.95. هلا على فكرة مرة قوية. ركزوا وياي في هذا العرض، هذا العرض اللي يسمونه العرض الخطير على طول يطير، ثوب مع هالأزرار الطيبة والإكسسوارات الحلوة ب 21 ريال. إيش رأيكم في الموديل هذا؟ ذهبي وحركات ومع كبك ب 21 ريال. إيش رأيكم في الموديل الحلو هذا؟ 21 ريال. هذا عاد فخامة. شوفوا الإكسسوار، شوفوا يا جماعة، شوفوا الحركات ب 21 ريال فقط. تعالوا وخذوا إلى عيالكم. صراحة هذا ما يتفوت، مقاسات صغيرة، مقاسات شوفوا مرة حلوين مع الكبك مع الحركات. 21 ريال يا جماعة لا يفوتكم. شوفوا سعره السابق وسعره برا أكثر طبعا. مرة عجبني هذا صراحة، فخامة. طبعا ترامس عندهم يا جماعة تشكيلة خيالية، شوفوا هالألوان هالحلوة. طبعا هذه ماركة ريبون، شوفوا السعر القوي اللي عليها 19 ريال و95. هلنا الكاسات الأكريليك ثاني مرة أعلن عنهم، شوفوا كيف النقاء حقهم، طبعا عليهم طلب مرة قوي. الست حبات بكم؟ 13 ريال و95. هلنا وهذا الجيك، شوفوا 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 شوف كيف فخامته يا جماعة، شوفوا حركته بكم؟ 17 ريال وربع. شوفوا الطقم هذا يا جماعة مرة مرة كبير، طبعا لكل عميل حبتين. شوفوا كيف هذه الاستكانات، استكانات الدبل، الفناجيل اللي تيجي دبل. عندكم هنا حق التمر، السكرية، عندكم هنا سلمكم الله الغواري حقة القهوة، حقة الشاي، حقة اللي تحطوا عليها الشمعة. كل هذا يا جماعة بكم؟ 60 قطعة ب 115 ريال، لكل عميل طقمين فقط. شوفوا يا جماعة براد ماي حار وبارد بكم؟ 230 ريال، لكل عميل حبتين. شوفوا فخامة هالطقم حق الشوربة، ملاعق وطياس والطاسة 59 ريال. وهذا موديل ثاني 59 ريال يا جماعة، صراحة إبداع. هذه صانعة تشورو، شهر رمضان وعلى الأبواب، شوفوا السعر القوي يا جماعة، ماركة ريبون 49 ريال. وهذه الفرامة حقة الخضار هوم ماستر يا جماعة بكم؟ 49 ريال فقط. أسعار التحدي عند تخفيضات العائلة، قلاية هوائية يا جماعة 6 لتر بكم؟ 199 ريال، لكل عميل حبتين. وهذه الأكثر طلبا الفرادة حقة العجين، شهر رمضان على الأبواب ب 159 ريال. طبعا اللي صورناه هذا جزء بسيط، الباقي تابعوا حسابهم بالإنستغرام. شوفوا يا جماعة قسم المنظفات أقوى العروض،
عندكم هنا الكهربائيات ما شاء الله تبارك الله، التحف، الهدايا، الأواني المنزلية، الألعاب، المكتبيات، الأثاث، هذا حسابهم بالإنستغرام تخفيضات العائلة فرع الدمام.